فإن المجرم يحدث 15 دقيقة لم يزيد عليها ثانية واحدة. المداخلات أرجو أن تكون أيضا من قبل الأقوال كل واحد 3 دقائق لن تزيد دقيقة واحدة أو ثانية واحدة. كل يجمع أفكار في هذه 3 دقائق على أساس أن يكون هناك أيضا فيدباك بين المتحاورين أيضا. الأمر الثاني أو الثالث في هذا المجال، هناك بعض التعقيبات وهناك أسئلة، فأرجو أن نفرق بين الأسئلة والتعقيب حتى يكون الأمر واضح للسادة المحاضرين. نمرة 4 وهي الأخيرة، وكما يقول المثل لكل شيء طريقة. طريقتي في إدارة هذه الجلسة هو التزام بالتوقيت وتوزيع الأدوار. والأسماء التي بتأتي إلي في المداخلة ستكون بالتسلسل الذي يصل إلي، وأرجو من الآن كل واحد يأخذ اسمه واضحا لأنه ظلام هنا وجود أشوف أقرأ جيدا زائد عويناتي يجوز بها خلل. الأمر الآخر أن جلة العادي من رؤساء الجلسات أن يتحدث قبل المتحدث وأن يعقب على ما يقوله المتحدث وأن يأتي السؤال أو الحلقة أو الدورة الثانية للثانية ثم يقدمه ويتحدث، فيصير مجموع ما تحدثه الرئيس أكثر مما تحدثه المشاركين. وعلى ذلك سأعطيه الكلمة دون أن أقدم إلا لدقيقة واحدة أقول ماذا سيقول وما قالت ورقتي وعليكم يقول ما عندي أي تلخيص لكل واحد قال ما قال. اتفقنا على ذلك؟ إذا اتفقنا فلنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. والمتحدث الأول على قائمة ذكر ما جاء من المركز هو الدكتور أحمد علي محمد الفلوجي، وهو أستاذ من العراق، مدرس بكلية القانون والعلوم السياسية جامعة الأنبار، حصل على درجة دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة بغداد، تخصص الفكر السياسي، درس في أكثر من 16 مادة دراسية في كلية الإدارة والعلوم السياسية والإسلامية والقانون والعلوم السياسية أيضا منذ عام 2000. أستاذنا الدكتور أحمد علي محمد الفلوجي، عنوان ورقته مدخل لدراسة وتحليل المسألة الطائفية، تحليل المصطلح وآثاره في المجتمع. يقول الدكتور أحمد في ورقته بأن هناك خلط بين المصطلحات مثل المذهب والفرقة والطائفة. ذلك الخلط أدى إلى إضفاء طابع ديني على المجتمع الطائفي وإدخال الطابع السوسيولوجي وهو الطابع الأساسي في بنية هذا المجتمع. أدعوه لأخذ كلمة تفصيل ما لتفصيل مادته العلمية في 15 دقيقة لا تزيد ولا تقل وإن قلت بالآخر هذه الكلمة. شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس مجلس الدكتوراه، الأساتذة المحترمون، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان بحثي هو مدخل لدراسة وتحليل المسألة الطائفية، تحليل المصطلحات وآثارها. واقع أن البحث يسعى إلى تقديم مدخل لدراسة وتحليل المسألة الطائفية من خلال دراسة المصطلحات ذات الصلة بهذه المسألة. وهناك كم من المصطلحات القريبة من مصطلح الطائفة التي استخدمها القانون في كتب المقالات والفرق، منها مصطلح المذهب، الفرقة، الملة، النحلة وغيرها من المصطلحات. لكن هؤلاء الأقدمين حقيقة لم يقدموا تحديدا منهجيا واضحا لهذه المصطلحات، مما أدى إلى خطهم أحيانا في تصنيفهم للفرق، فما عدا وحدهم فرقة، عدا والآخر مذهب، وهكذا. وكذلك انسحب هذا الأمر، عدم التحديد لهذه المصطلحات، على الكتاب المبتدئين والمعاصرين العرب. لذلك أصبحت عملية تحديد منهج دقيق لهذه المصطلحات على جانب كبير من الأهمية العلمية والعملية في إطار فهمنا للمسألة الطائفية. البحث يتوزع على 3 محاور، المحور الأول يتناول المقاربات اللغوية لمصطلح الطائفة، وهو تلك المصطلحات أو المفاهيم ومصطلح المذهب. والمذهب باختصار تعبير عن فكرة أصبحت معتقد لدى من يتبناها، بحيث أنه لا يخضعها لأي منهج علمي أو بغض
عن الحقيقة، وإنما هي تحمل لديه صدقا مسبقا يتبناها بدون مناقشة. جانبا هناك عنصرين في بنية المذهب. العنصر الأول أن المذهب يحتوي على عنصر الحقيقة والإلزام، فدائما يؤمن به فهو يلتزم به ولا يناقش ويحاول إقناع الآخرين به. الجانب الآخر في هذا المفهوم أو المكون الآخر في هذا المفهوم هو أن المذهب عادة ما يتسم بالصفة أو بالسمة الشخصية، فهو اجتهاد بشري في الإطار الإسلامي، الدين الإسلامي المذهب هو اجتهاد بشري في فهم المعطى الإلهي. إذن المذهب هو بشري، ليس له قدسية وشمولية الدين. الدين مطلق، الدين شامل، لكن المذهب هو نسبي بشري، وهذه حقيقة مهمة في كشف جانب التعايش بين المذاهب في إطار الدين الواحد. النقطة الأخرى أنه يجب أن نميز المذهب بين المذهب بمعناه العام والمذهب بمعناه الخاص. هناك ثلاث أنواع من المذاهب: مذاهب فقهية هذا المعنى الخاص، ومذاهب اعتقادية، ومذاهب سياسية. أما المعنى العام فهو كون المذهب اجتهادا بشريا في فهم المعطى الإلهي في هذه الجوانب المشتملة. المعنى الخاص مثل نقول مذهب فقهي الشافعي أو المالكي أو الحنفي. في المذاهب السياسية نقول خوارج، سنة، الشيعة. في المذاهب الاعتقادية مثل المعتزلة. لكن مثل ما نفهم المذهب بمعنى العام هو يعني هذه الجوانب المشتملة، مثل نقول مذهب التسنن أو مذهب أهل السنة والجماعة أو مذهب التشيع. المصطلح الآخر بشكل سريع ومحددين بالوقت هو مصطلح الفرقة. إذا كان المذهب هو الفكرة، فالفرقة هي الجماعة التي تؤمن وتتبنى تلك الفكرة وتسعى إلى التثقيف لها أو نشرها ثقافياً أو سياسياً. الملاحظة حقيقة الذي أشرنا إليه في البحث أن الفرق تشكلت من المذاهب السياسية والاعتقادية ولم تتشكل من المذاهب الفقهية، والسبب أن المذاهب الاعتقادية والسياسية هي من المسائل التي يجب أن يتعين فيها الحق بين الطرفين، أحدهما على باطل والآخر لا حق فيها إطلاقا. لكن المسائل المذاهب الفقهية مذاهب اجتهادية ضمنية تحتمل الرأي والرأي الآخر، ولذلك لم تنشأ فرق من المذاهب الفقهية، وإنما نشأت تاريخيا فرق من المذاهب الاعتقادية والمذاهب السياسية. أنا أعتقد هناك عنصرين في بنية الفرقة. الأول أن الانتماء للفرقة طبع اختياري، فلذلك كان ممكن الشخص يعني وليس وراثي، كان ممكن الشخص ينتقل من فرقة إلى فرقة أخرى على ضوء تغير قناعاته الفكرية. الجانب الآخر في بنية الفرقة أنها تقوم على عنصر الالتزام الديني، اللي هو عنصر أساسي في بنية هذا الموضوع. عندما ننتقل الحقيقة إلى الطائفة نجد أن الطوائف تشكلت، احنا قلنا ثلاث مذاهب سياسية وفقهية وعقائدية، وتشكلت الفرق من مذهبين. الطوائف تشكلت حقيقة من المذاهب السياسية تحديدا، يعني الطوائف تشكلت من المذاهب السياسية، سنة، شيعة، خوارج، هذه شكل الطوائف، دليل على أن البعد السياسي الاجتماعي بعد حاضر في بنية الطائفية كما سمعنا. أيضا يرصد البحث أن هناك تحول في مفهوم الطائفة. الطائفة مفهوم كمي عددي، يعني الإشارة إلى القضية العددية في إطار الكل، ولم تكن له معنى أو دلالة دينية حصرية كمصطلح الملة، أن الشيء لا تبع الديانة السماوية، الديانات السماوية ومصطلح الملة، ولا حتى شبه حصرية كمصطلح الفرقة. كان هناك تاريخيا يستخدم للإشارة إلى جماعات متمايزة أقليات في ضمن إطار عرقي أو إطار عسكري، كانت هناك طائفة عسكرية، حتى إشارة إلى مثلا طائفة الصراع طائفة الفلانية، طائفة الطوائف الأسرية كما شارك عدد من الباحثين. حصل حقيقة نوع من التحول في تحديدا في القرن العشرين في أنه مصطلح الطائفة بدأ الدلالات الدينية تقوى، مما يعني انه ابتلع دلالات المصطلحات التي استخدمها الاقدمون كمصطلح الفرقه
والملة والنحلة، وبل شمل حتى مصطلح المذهب مما أطلع عليه الدلالات الدينية. الآن عندما نقول طائفة سبت بشكل التمايزات على أسس دينية على مختلف أنواع. أيضا يركز البحث على أن الانتماء الطائفي هو ليس انتماء دينيا، وإنما هو يشوه ويحرف ويحرف الانتماء الديني، هو انتماء في حقيقته انتماء عصبوي، كما نقول نعرة قبلية شبيهة قبيلة، كما نقول نعرة وعصبية قبلية، أيضا نقول نعرة وعصبية طائفية كذلك، هو شبيه الانتماء القبلي من حيث أنه يقوم على الوراثة، يقوم على الوراثة وعلى التوارث. ما يسفره من الدين هو البحث السوسيولوجي للدين الذي يؤكد على الطقوس والشعائر. فإذا الطائفة في حقيقتها هي كيان اجتماعي يسفر البحث السوسيولوجي للدين وتحديدا الطقوس والشعائر لتحقيق نوع من التماسك في إطار الجماعة والحفاظ على هويتها. إذا هو يفسق الانتماء الديني من حيث تحويله إلى انتماء قائم على الوراثة، ومن حيث تأكيده على القشور الرهبانية للدين وليس على جوهر الدين أي الطقوس والشعائر. ولدينا حقيقة العديد من الدلالات في إطار السلوك الفردي أو الجماعي. الطائفي أحيانا يفضل ابن طائفته حتى لو لم يكن متدينا على متدين من الطائفة الأخرى، لأنه قد في إطار السلوك الجماعي تجربة الحرب الأهلية والنزاعات الطائفية عندنا في العراق في لبنان في مناطق أخرى في سوريا تثبت أن الطوائف المنتمية إلى نفس الدين تتقاتل وتتحارب وتتصارع فيما بينها أكثر من الطوائف المنتمية إلى أديان مختلفة. فإذا الطائفة انتماء عصبي واجتماعي يحارب الانتماء الديني. المحور الأخير يتناول الطائفية كمصطلح والطائفية كمفهوم. في إطار الطائفية كمصطلح ركزنا على أن مصطلح الطائفية في حقيقته هو مصطلح حديث نسبيا في الأدبيات الفكرية العربية يعني القرن العشرين، وهو ترجمة لسكتريانيزم. نعرف أنه القضاء باي اس ام في الإنجليزية والفرنسية تعطي بصفة دلالة المذهب التي تضفي عليه دلالات الإلزام والحقيقة. إذا المصطلح حقيقة حديث نسبيا في القرن العشرين يعني ظهر على يد الكتاب اللبنانيين وتطور بعد ذلك، لكن هذا لا يعني ان الدلالات والمضامين هذا المصطلح كانت غائبه عن الفكر العربي الحديث في القرن التاسع عشر، لكن كانت الاشاره اليه تكون مسميات اخرى تعبر عن حقيقته، الاشاره الى التعصب المذهبي او التعصب الديني كان يسمى هكذا، يعني المدرسه الاسلامي يكتب بعد الاحداث الطائفيه في لبنان عام 1860 يكتب عن ويسمي الطائفيه تعصب الديني، وكذلك جمال الدين الالباني وكذلك محمد عبده وكذلك المفكرين فكانت المساله حقيقه واحده من شباب الفكر العربي في العصر الحديث. بالنسبه الى الطائفيه حقيقه، الطائفيه ظاهره كمفهوم الطائفيه بنيتها عناصرها هي ظاهرة معقدة تداخل فيها كثير من الاعتبارات التاريخية، الدينية، النفسية، ولكن هناك اتجاهين أو مقاربتين لدراسة الطائفية. المقاربة الأولى تنظر للطائفية على أنها بنية ثقافية، نتاج لعوامل دينية وعوامل تاريخية وعوامل نفسية، وبالتالي تركز على هذه العوامل كأساس التعصب والانغلاق اللي هو واحد من عناصر الظاهرة الطائفية. فيتم التركيز مثلا على الوثوقية الدوغماتيزم كسبب من أسباب التعصب، كذلك دراسة البعد النفسي جانب الصراع التاريخي بين الطوائف وما يعزز من هذه الجوانب. إذا ينظر إلى الطائفية كبنية معرفية قائمة على انغلاق الوعي، تحجره وبعده عن الجانب الإنساني. في الإطار الإسلامي اللي احنا سميته انا الطائفيه الدينيه او المبهوت الطائفي اللي يكون حاضر ويتم استدعاءه في حاله النزاعات الاهليه والحروب الاهليه كما هو حاصل في بعض البلدان العربيه. الطائفيه الدينيه
تعتبر من ثلاثة منابع في الإسلام: المرويات الدينية الكبرى في التفسير والحديث، هناك مرويات سنية وهناك مرويات شيعية، وثانيا المرويات التاريخية، هناك مدونة تاريخية سنية ومدونة تاريخية شيعية، ثم المرويات الفرقية وتحديدا حديث الفرقة الناجي الذي يؤسس لواحدية الصواب وإلغاء الرأي الآخر. وأنا أنظر إن هل الطائفية الدينية أو البطنية الثقافية يكون في تصويب نظرتنا إلى هذه المرويات من خلال المنهج النقدي العقلاني. المقاربة الأخرى أو الاتجاه الآخر في تحليل المسألة الطائفية ودراستها هي تنظر الطائفية على أنها ليست بطنية ثقافية وإنما بوابة اجتماعي سياسي. فهي ترى أن الطائفية ليست دينية إلا في مظهرها وأصولها الخارجية، لكن في جوهرها هي تعبير عن واقع تتفاوت فيه الطوائف من حيث المركز والثروة والقوة. والمدخل إلى المركز والثروة والقوة هو السلطة، لذلك ينظر البعض إلى الصراع الطائفي على أنه صراع سياسي في جوهره يقود إلى هذا الواقع الغبن الذي يتضمن مدخل بعض الطوائف، يدفع الزعامات الدينية والسياسية لتلك الطوائف على تعبيرها طائفيا ضد النظام بتغيير النظام، ويدفع الطوائف المسيطرة المهيمنة على السلطة إلى التمسك بالواقع القائم على التغيير ما ينتج عن التناقض، ويفسح المجال الواسع على التدخلات الإقليمية الخارجية لمصلحة هذا الطرف أو ذاك، وتصبح لكل طائفة أحزابها وميليشياتها وكانتونها الطائفي بما يتضمنه من تهجير على أساس الهوية الطائفية. لذلك لا ترغب أن يدخل مصطلح اللبنة إلى قاموس الدراسة الدولي ليصف هذه الحالة التي أشرنا إليها. تنبني الطائفية السياسية كما هي الطائفية الدينية على ثلاثة ركائز: ركيزة الهوية وهي تقوم على أساس إما تقديم الولاء الطائفي على الولاء الوطني أو صياغة الهوية الوطنية بما يتناسب مع رؤية الطائفة على حساب الطوائف الأخرى. والركيزة الأخرى هي الركيزة السياسية التي تتضمن إما ابتكار طائفة للسلطة وطبع الآخرين أو تتضمن عملية ديمقراطية كما أشار الدكتور عزمي بشارة في المحاضرة الافتتاحية، عملية طائفية قائمة على المراسة الطائفية والعقلية كما هو حاصل في العراق. والركيزة الثالثة للركيزة هي الركيزة الدينية السياسية، بمعنى توظيف المذهب لأغراض سياسية أو توظيف جهاز الدولة لخدمة المذهب أو الاثنين معا. والحل لها هو في منهج وطني للهوية الوطنية على أساس المواطنة لحل إشكالية الهوية، ومنهج ديمقراطي أيضا كأحد عناصر هذا المشروع لحل إشكالية السلطة والتنازع عليها، ومنهج عقلاني علماني لحل إشكالية استغلال الدين سياسيا. هل تكفي واحدة من هذه المقاربات في الطائفية؟ لا، الحقيقة نحتاج كما قلنا أن الطائفية ظاهرة مركبة. الاتجاه الذي يرى الطائفية كبنية ثقافية لا يكفي لفكرها، وكذلك الاتجاه الثاني هو أنه يجب أن ننظر نظرة شمولية إلى الطائفية على أنها بنية معرفية، وأيضا تفعل هذه البنية المعرفية عندما يكون هنالك واقع اجتماعي سياسي قائم على الغبن وعدم العدالة وعدم المساواة. الطائفية الدينية أو المفقود الطائفي لا تكون له أداة سياسية عندما تكون هناك واقع سياسي اجتماعي قائم على العدالة والمساواة، لكن عندما يبرز واقع قائم على عدم المساواة والتفاوت بين الطوائف هذا يشجع الزعامات الدينية والسياسية للطوائف المغبونة إلى تفعيل المفقود الطائفي ليتحول إلى مجازر وقتل على الهوية كما نشهده الآن في العراق وشهدناه سابقا في لبنان. إذا المسألة تكمن في التعامل السياسي، طبيعة التعامل السياسي مع المسألة ومحاولة تشفيف منابع الطائفية سواء كانت كبنية ثقافية من خلال رؤية نقدية عقلانية لمروياتنا وتشديدها من مرويات التكفير وتكفير الآخر وإلغاءه وحذفه وتهميشه، وأيضا مسار آخر يركز على إقامة واقع اجتماعي سياسي يتضمن العدالة والمساواة بحيث لا يثير الضغائن ولا يدفع بعض الأطراف إلى الخروج عن الخيمة الوطنية. شكرا جزيلا. شكرا دكتور فرنسي على
شكرا دكتور خلوفي على ما تقدم وقلت، واشكرك ايضا على اتزان الوقت، وهذا شيء جميل لعلنا يكون هناك اضافات. الان كلمه للاستاذ اشرف عثمان. دكتور اشرف عثمان هو استاذ علم الاجتماع السياسي في جامعه المضاري والقضري للسودان، عمل مديرا لمركز دراسات السلام والتنميه بالجامعه، وكذلك رئيسا لمركز تحليل دراسات النزاعات بجامعه ام درمان الاسلاميه، حاصل على شهاده دكتوراه في العلوم السياسيه، له عده دراسات في قضايا الحركات الدينيه السياسيه الامنيه التربيه. استاذ اشرف عنوان ورقته ولو انه قد يصعب عليه ربما كلمه لكني ساحاول قدر جهدي، عنوان ورقته الدوله النيو كيومالينيالية في المشرق العربي في المنطقة الصدوي وإعادة إنتاج الطاقة. ينطلق الأستاذ أشرف من فرضية تقترح ورقته أن بإمكان تفسير قضية الواحد الذات الطائفية وهي التي تركز على غياب أو تغيير الدولة الوطنية الحديثة في المشرق العربي لصالح نمط آخر من الدولة، وهو الدولة التي قلت عليها باللغة التي لا منطقة جيدة. أدعو الدكتور أشرف لأخذ ما تكون ولمدة 15 دقيقة يشرح مفاهيم عن هذه الدولة التي يقارب بها. هي كلمات ما أسعد الله أن أعرف اليوم. سأحاول جدا بالعنوان، العنوان هو الدولة النيومالينيالية في المشرق العربي في المنطقة العصبية وإعادة إنتاج الطاقة. نقطة انطلاق الورقة هي ملاحظة أنه بعد الحرب الأمريكية على العراق في 2003 نشأ وضع جديد كليا، ما فهم خلال السبعينات وربما بداية الثمانينات على أنه استثناء في الحالة اللبنانية، سيتضح ما بعد 2003 أنه ليس استثناء وأنه ربما هو الغالب. في الوضع الجديد بدأ أن ليس فقط مسألة السلطة هي التي تطرح من جديد، بل مسألة شرعية الكيان السياسي الذاتي والأسس التي قام عليها. تبين في حالة العراق التي ستتكرر في الحالة السورية 2011 أن السلطة ربما هي موحدة الدولة وهي أساس ركيزة الدولة، ليطرح منذ ذلك الحين سؤال مستقبل الدولة، وإن كانت الدولة في المشرق العربي كارثة غابرة على الاستمرار. الورقة في تركيزها على أزمة نموذج الدولة في المشرق العربي تسعى أو على الأقل تحاول السعي إلى إنجاز انزياح ما عن الاختراق التغافلي، يبدو أنه بدأ يهيمن على الدراسات التي تعتني بسؤال الطائفية. في الانزياح المخترق لا تجادل الورقة بأهمية الثقافة في تأويل سؤال الهوية، ما تجادل الورقة بشأنه هو بالذات ما يبدو على أنه تأسيس لحتمية جديدة هي حتمية ثقافية. لا نجد في إمكانية التعارض بين الثقافة والسياسة. الاحتجاج هو بالضبط على النظر إلى الثقافة باعتبار عامل حاسم ومركزي يسدد وحده مستغلا كل تناقضات البناء الاجتماعي. إذا تمكنت الورقة من إنجاز الزيادة الذي يسمح لها بموضع السؤال سؤال الطائفية يعني ضمن شبكة كلية من العلاقات، بحيث لا يعود السؤال يعني شيئا في ذاته ما لم يوضع في نظام أو نسق كلي ويقرأ في علاقات بأسئلة أخرى كأسئلة الشرعية الديمقراطية واستعصاء الانتقال الديمقراطي، سياسات الهوية، التنمية والموارد، وهي الأسئلة التي تلتقي جميعا تقترح الورقة في التحليل النهائي لسؤال نموذج الدولة في المشرق. الفرضية الأساسية كما فضلت المنصة تركز على غياب أو تغييب الدولة الوطنية الحديثة في المشرق العربي لصالح نمط آخر من الدولة هو الدولة النيومالينيالية. إذا كان ما يشبه الإجماع قد انعرض بين دارسي الدولة في المشرق العربي على أنها دولة سلطوية، وهو التوصيف المعتمد إجمالا على مفاهيم الدولة التسلطية أو الدولة التوتريتارية، اقترحت الورقة أن هذه المفاهيم غير قادرة على الإمساك بالأبعاد الشخصية في ممارسة السلطة، وأن المفهوم القادر على الإمساك
توصيف سريع للمفهوم مختزل، أرجو ألا يكون مخيما. المفهوم في الأصل هو اقتراح فيبر، يعني ماكس فيبر بداية. المفهوم في النسخة الأولى كان هو البات المياهية. سيقدم ماكس فيبر على خلفية نظريته الفشائية بوصفة نمط فرعي للسلطة التقليدية، بحيث يؤشر على شكل تغدو معه شعرة السلطة وممارستها، تستند إلى معايير لا عقلانية ولا رسمية، أي كعلاقة تقوم على قواعد رسمية تكون الزمنية كلاينتاليزم هي شكلها الأساسي، ويستخدم فيها الفرد من وضع سوشيال اقتصادي أعلى اللي هو الراعي نفوذه وموارده الخاصة لتوفير الحماية أو المنافع أو كليهما لشخص من وضع سوشيال اقتصادي أدنى اللي هو العميل أو الزبون، الذي يعرض من جانبه الدعم بمعناه العام بما في ذلك الخدمات الشخصية. إذا كانت الباتريونية في صيغتها الأولى فهمت على أنها نمط تقليدي، فسنقوم مع النيو باتريونية والذي جرى تطويره بشكل رئيسي في أروقة المشتغلين بالدراسات الأفريقية إذا نمط قديم توجد فيه أجهزة بيروقراطية إلى دوار البنى والعلاقات التقليدية. بدون التركيز على الفروقات التفصيلية بين منتجين أو مستخدمين مفهوم النيو باتريونية، تؤكد الورقة أن الاختلاف في صيغته ما بعد فبراير بيوجه تركيزه بشكل أساسي نحو انصهار مؤسسات الدولة مع السياسات الشخصية للحكام، حيث يلتغي الفصل بين المجالين العام والخاص، وهو الفصل الذي يقع في القلب من فكرة الدولة بمفهومها الحديث. في النمط النيو باتريونيالي يظل الفصل بين المجالين العام والخاص غالبا موجودا على المستوى النظري، في حين يتم انتهاكه بشكل مستمر ومنتظم ومنهجي على مستوى الممارسة. النيو باتريونيالية هي بعبارة واحدة الباتريونيالية، وقد تمكنت بطريقة ما من التعايش مع البيروقراطية لتنتج نوعا من مسخ أو مركب قديم هو الباتريونيالية، والذي سيختلف في خواصه عن أي من المركبين اللذين دخلا الذكيه. المفهوم بالنسبة للورقة غالب ليس فقط على الاشتغال على مستويات العلاقة بين الفرد الراعي والفرد العميل، بل من الممكن أيضا توصيفه وهذا هو المهم على المستوى الفرد الراعي والجماعة العميل أو الجماعة الزبون. بهذا يكون غادر على تدبر تقاطع العلاقات الزبونية مع العامل السلالي في حالة الأفريقية وربما مع العامل الطائفي في حالة البشر. في المجتمعات التعدد الإثم الثقافي يوفر التعدد خطوط تمييز واضحة للنظام الباتريونيالي حول من هم أولئك المشمولين بعطايا، حول من هم أولئك الذين يمكن ضمان ولائهم. المشكلة وفقا للشكل ده المكافأة، وهي هنا الموارد العامة، تبدو كجائزة دائمة كما الحرمان أو الاستبعاد الذي يصير حرمانا أو استبعادا دائما. توزيع الموارد في نمط النيو باتريونيالي يتطابق ويعكس مباشرة توزيع السلطة بين المجموعات المختلفة، فكما توزيع السلطة سيميل توزيع الموارد لصالح أحد المجموعات الاجتماعية. هنا بالذات تكون الدولة النيو باتريونيالية ومنطقها العصبي هي النظير لمنطقة الدولة الحديثة وغيرها وعقلانيتها. بشكل سريع جدا سأحدد ثلاث سمات عامة للنمط النيو باتريونيالي. الأول فيه هي مركز السلطة في يد الرئيس الذي يزع إلى الحد من استغلالية جهاز الدولة. الثانية غياب أو على الأقل عدم وضوح الخطوط الفاصلة بين النطاقات الخاصة والعامة. النقطة الثالثة هي تعايش جماعات إثنية أو طائفية يغذي سياسات النيو باتريونيالية بشكل أكبر من المجتمعات ذات التعدد الأقل. حاولت الورقة اختبار الإطار النظري بالتركيز على خطين. افترضت أن النيو باتريونيالية في المشرق العربي أنتجت وتخمرت فيهما. الأول هو المؤسسة العسكرية، والثاني كان هو الجهاز البيروقراطي المتضخم. في العامل الأول لاحظ الورقة أن النموذج الذي شرع دولة الجنرالات في تشييده، وهو نموذج قوامه المركزية الشديدة وتخطيط الاقتصاد والتوجيه الثقافي والهيدرولي، أي نموذج بكلمة واحدة ترعى المجتمع المدني بالكامل، وجاء التصور السائد للمشاركة فيه أغرب إلى نمط التعبد، حيث
حيث يتم كعبه الجماهير لا كأداة لمشاركه سياسيه بل كأداة لمساند قرارات رأس النظام وسياساته. لكن السؤال الاساسي، هل يمكن الاتفاق باننا اذا حكومات عسكريه تصاعديه وان الجيش في المشرق العربي هو الذي يحكم من دون النظر الى الفئات الغريبه من الرئيس او الزعيم او الغير والذي تربطها به وشارك الغربه والعصبيه؟ هنا دعونا نذكر ان والديه ومثل كان قد لاحظ ان الدوله الحديثه في الشرق الاوسط هي عصبيه نيحه، عصبيه نيحه، ووضح كيف اننا خلف صوره الدوله الحديثه نجد في الواقع عصبيه. بالنسبه للورقه، ما لدى دوله العسكر التي الحقت المتابعه كليا ان فرخ الدوله النيوباتمونيه. من هنا اقترحت الورقه ان ثمة نوع من التعاطي بين العسكر والنمط الباتمونيه، وان الحكومات العسكريه في المشرق العربي بشكل عام قد سهلت الانزلاق الى نمط نيوباتمونيه اكثر فاكثر. لقد ادار العسكر في حالتي العراق وسوريا انظمه حكم شخصانيه اعتمدت في حصولها على التأييد على توزيع موارد الدولة كهبات وعطايا إلى مجموعات الدعم والمجموعات الغربية الموالية. وفي الحالتين يدعي الحكام تجهيز ورقة ينحدرون من أسرهم نفسهم رغم بقاء النظام جمهوريا على مستوى الإعلانات الرسمية. ما حدث هو خصخصة للدولة بحيث انطمس الخط الفاصل بين الخاص والعام. في دقيقتين حاولت الورقة ثانيا التركيز على بيروقراطية الدولة المتضخمة، وهنا لاحظت انه في حالة تضخم الدولة او تضخم الجهاز البيروقراطي انتعشت النيوباتمونية، ثمة مفارقة تستحق الإشارة إليها خلال الدقيقتين. في أوساط المشتغلين بالدراسات الإفريقية سار اعتقاد أن قليل من الدولة يعني قليل من الزبونين أو قليل من النيوباتمونية، على اساس ان الدول ذات القطاع العام الاصغر توفر فرصا اقل للفساد او نمو الشبكات الزبونيه. بالنسبه للقراءه التي اقترحتها الورقه، تجربه الانفتاح العربيه ما بعد 1974 تبرهن تجريبيا على ان الانفتاح ليس مرادفا لعقلنا الفضاء العام، او لا يمكن له ان يعني في كل الحالات خفضا للنيوباتمونيه. ما حدث ان مركز السلطه لم تغير، تجربه الانفتاح العربيه لم تكن لصالح المجتمع المدني. لقد تحولت عمليات الخصخصه نفسها الى ما يشبه اليه لمنح المكافات والموارد المخصصه الى اساس لبناء شبكات جديده تتنافس على ملكيه ما كان مملوكا للمجموع. اجراءات الانفتاحيه بالنسبه للورقه مجرد انتقال من تجلي للنمط الباتمونيالي الى تجلي اخر، ويظل المتجلي في حالتين واحده. اننا هنا بايذاء ما يمكن تسميته باستعاره تعبير خلدون النغيب بتارجح بين النماذج الفرعيه للنيوباتمونيه. في الملاحظات الاخيره في دقيقه واحده حاولت الورقه ابداء ملاحظات عامه، سيكون من المؤكد انها ستحتاج لمزيد من البحث والتامل حول عراق ما بعد 2003. سقوط العراق في 2003 يمثل في نظر الورقة لحظة انكسار لنظام باتمونيالي وشبكاته، لكن يمثل أيضا يعني ذات اللحظة 9 أبريل 2003 تمثل لحظة انبعاث لنظام نيوباتمونيالي آخر سيعمد إلى تأسيس شبكات جديدة. ما ظل غائبا، ما ظل ممتنعا، ما ظل جميع الأضداد يتوقعون على اغتياله هو مشروع الدولة الوطنية. شكرا دكتور اشرف عثمان على ورقتك وعلى العرض وعلى الالتزام الوقت. والان انتقل الى دكتور كمال عبد اللطيف. دكتور كمال عبد اللطيف باحث واستاذ في الفلسفه السياسيه والفكر العربي المعاصر، محاضر في العديد من الجامعات ومؤسسات البحث داخل المغرب وخارجه بما يهم الكردي. يساهم في الكتابة والبحث والتدريس الجامعي منذ سبعينات القرن الماضي. والدكتور كمال عبد اللطيف عنوان ورقته
تعبدية المواطنة بالانتصار الاختيار التحديث السياسي. يقول الكاتب أن موضوع تعبدية المواطنة يرتبط حسب ما يمكن استخلاصه من تجارب التاريخ الحديث والمعاصر بأسئلة الدولة والمجتمع بتشكلهما وتطورهما المتواصلين. العمر يبين لنا ما ذهب إليه في ورقته في زمن لا يزيد عن 15 دقيقة ونبشركم قدري. شكرا سيدي الرئيس. يجب استجلاج أن يرسل في ندوتنا في هذا المؤتمر نواجه موضوع صعب جدا. ازداد تأكد من هذا يضع يده أو يوم
ينسب لبعض النتائج. اخترت منذ البداية أن أكون مسالما مع القدرات العقلية والكفاءات التي أملكها في البحث لكلا أواجه مخاطر عديدة. اخترت أن أنطلق من وقاية التاريخ الحديث المعاصر، ومن عادتي أن أرفض من يريدون لمجتمعنا وتاريخنا سياقا خصوصيا يختلف عن تاريخ الإنسان العام، باسم أننا أمة معينة أو مجتمع أبدا. ما يقع لنا وبيننا موصول بتاريخنا ومجتمعنا، وموصول بتجارب حصلت قبلنا في التاريخ حتى عندما نشأ. نحن لا نتميز عن الآخرين بأمور معينة، كل ما يقع نشارك فيه، شاركنا فيه، متورطون فيه، يتألم ضدنا ومعانا فيه الأطراف الأخرى، ونسأل مسألة مصالح. ونحن لسنا وحدنا في العالم. إذا الموضوع مرتبط منذ البداية بتشكل الدولة والمجتمع. تشكل الدولة والمجتمع الحديثين. الدولة العربية المعاصرة ترث تمتلك ميراثا ثلاثيا. الدولة السلطانية القادمة من العصور الوسطى. الدولة العثمانية بكل ابتهاء معروف المطالبين المنيعة. والميراث الاستعمار ولو سميت مغانم الاستعمار. كل ما كسبناه في المرحلة الاستحضارية من تنظيم جديد في الإدارة والمجتمع وأصبح ملكا لنا، رغم أننا تعلمناه من دولة وافدة استعمرتنا. في زمن الوطنيين في الأربعينات والخمسينات عندما كنا دولة محتلة، كان الوطنيون من آبائنا يرفضون هذا. انتهى زمن الوطنية في ذلك الوقت. الآن نحن في سياق آخر، نمتلك ميراثا ساهمنا في تبيئته بطرقنا الخاصة. من حقنا أن نعمل بمكاسبه اليوم، من حقنا أن نطوره في ضوء أسئلتنا الجديدة، لا أن نقول إنه وافد وغامض وكأننا نريد أن نظل في مستوى معين من علاقتنا بالآخرين ومن علاقتنا بالعالم. إذا وضعت الموضوع في سياق تطور جديد للدولة والمجتمع. خمسة عقود من الاستقلال ماذا أنتجت؟ فشل الدولة الناشئة عن في تحقيق مهمتين: التنمية، تعرفون الأوضاع العربية في هذا المجال، والاندماج للوطن، اندماج اجتماعي داخل الوطن الواحد، لاندماج مصنوع وفق غايات محددة في إطار الدولة الوطنية. بعد ذلك انتبهت إلى أن الطفرة الحالية للتعدد الإثني مرتبطة بالصراع السياسي الراهن في العالم العربي، في المستوى الإقليمي وفي العالم. لا يمكن فصل انفجار طائفي اليوم عن ثلاث معارك: معارك في الداخل، ومعارك الإقليم والمنطقة العربية، ومعارك المستوى الدولي. ثلاث أوليات وجهت على بحثي. ثلاث أوليات: مفهوم دولة، الدولة الوطنية، مفهوم المجتمع الجديد، ومفهوم العدالة. لا ينكر أحد منا أن التنمية في المجتمعات العربية لا تشمل كل الجهات. عندنا في المغرب جهات نتحدث عنها، نقول المغرب غير النافع. في
تستثمر في وسط معين وتترك هوامش بعيدة في الجبل أو قريبة من الصحراء. لماذا؟ يحق لسكان مناطق المياه أن يتحدثوا عن نوع من الضيم، عن عدم شمولهم في برامج، لأن برامج المياه لا تشمل مناطق وجهات. فهناك موضوع أيضا قريب من الأساس، لهذا تحدثت عن العدالة، العدالة في التنمية والعدالة في المجال السياسي. ثم بعد ان وضعت المقدمات مفهوم العداله مفهوم الدوله مفهوم المجتمع، وجدت نفسي امام صعوبات عديده، فقلت يجب ان اسوي الموضوع مع نفسي اولا. ولهذا ورقتي تضمنت محورين، تشخيص رقم واحد وتشخيص رقم اثنين. التشخيصات الاولى شخصت الوقائع والوقائع ماذا يجري، ووقفت امام الحاله العراقيه واللبنانيه. والتشخيص الثاني انتقلت فيه مواقف المشروع القومي والفكر القومي من التعدد. بحماس رومانسي كبير اغلب معلمي المشروع القومي التقليدي تحدثوا عن طوبى مجتمع عربي قادم كامل قديم تام، في حين ان العروبة المنتظرة ليست قديمة. العروبة التي ننتظر المجتمع العربي الذي ننتظر هو ما نتصور أنه ينبغي أن نساهم فيه جميعا اليوم، ونصنع بإرادتنا اليوم، وفي إطار تشارك وتداول على السوق اليوم، وليس أمة قديمة قادمة من عصور خالت. تشخيصات. بعد هذه التشخيصات اختتمت، ولهذا جاء عنوان ورقتي التعددية المواطنة في الانتصار للجيل المتحدث السياسي. ما نعاني منه هو عدم تمكن مجتمعاتنا من قيم التحديث السياسي، رغم كل الجهود التي بذلت خلال القرنين الماضيين في مستوى الفكر النهضوي. ما تزال تنتظرنا معارك، ولعلنا اليوم نخوض واحدة منها. وشكرا لكم. شكرا دكتور كمال عبد اللطيف على هذا العرض الجيد، واعتقد انه الكثير منا له تعقيبات في اصل هذا الموضوع. والان انتقل الى الدكتوره مروه حماد البدري، مروه حامد البدري، دكتوره باحثه مصريه او من مصر، مدرسه قسم العلوم السياسيه جامعه حلوان، حاصل على درجة دكتوراه في العلاقات الدولية عام 2010. ذهبت الباحثة للعمل الأكاديمي من معيدة، أو تدرجت في العمل الأكاديمي من معيدة إلى مدرس إلى أستاذ إلى مدرس. ولذلك ولد الباحثة العديد من الأبحاث المنشورة، منها بحث عن اتخاذ القرار في ظل ظروف المخاطرة. وورقة الدكتورة مروة عنوانها الطائفية بناء أم تكوين مجتمعي، وتتناول فيه تعريف المصطلح عند العرب والغرب، إلى أن تقول أن الكتاب العرب ينظرون إلى الطائفية نظرة سلبية، بمعنى تفكيك الدولة وتجزئتها، بينما الكتاب في الغرب ينظرون إلى عكس ذلك تماما، إذ أنهم ينظرون إلى هذه الظاهرة كبناء مجتمع تحدي، وإليها أعطي الكلمة لتناقش هذه الآراء مباشرة خلال 15 دقيقة مع الشهر. موضوع البحث بيدور حول التعامل مع التوجه الذي تعامل مع الطائفية باعتبارها بناء أو صناعة. مفهوم بناء القطاع الطائفية تغير أساساً في الفكر الغربي منذ عقد التسعينيات من القرن الماضي، لكن في حقيقة فكرة التطييف أو اختراع الطائفة هي موجودة بالفعل في الفكر الغربي لوصف الآخر من خلال مفهوم ما يسمى به مفهوم المجتمع البدائي. المجتمع البدائي
اللي جاي تطور في دراسات الانثروبولوجي الغربيه في مقابل فكره المجتمع المعاصر، وذلك لتبرير استعمار المجتمعات البدائيه من جانب الغرب. وبالتالي فان فكره المجتمع البدائي تعبر عن اختراع الطائفه، لان هناك البعض الذين ذهبوا الى ان علماء الانثروبولوجي الغربيين يميزون بين المجتمع البدائي والمجتمع المعاصر وفقا لرؤيتهم، بمعنى ان الاخر هنا جاء من خلال رؤيه غربيه بالاساس. فيما يتعلق بالفكر العربي او فكر الاخر عند غير الغربيين، فهذا الفكر ايضا كان موجود داخل هؤلاء الذين تم تسميتهم بالمجتمع البدائي، وذلك التفرقه بين النخب المسيطره والشعوب من خلال ناس يسميها خطاب اختراع تقليد. وحيث ان التطبيق في الفكر الغربي، فاذا كان التطبيق في الفكر الغربي جاء لتبرير استعمار المجتمعات الاخرى، فان التطبيق في الفكر العربي جاء لوصف الشعوب المقاومه بانها الاخر لا تم اختراعه. اذا كانت هذه البدايه فكره التطبيق وفكره يعني التفرقه بين نحن وهم في الغرب وفي في الفكر الغربي وفي غير الفكر الغربي، فكيف حدث التطور في فكره التطبيق وصولا الى مفهوم بناء او اختراع طائفيه؟ مفهوم بناء او اختراع طائفيه في الحقيقه تطور في الفكر الغربي ليشير الى ان الاثنيه او التطييف هي عباره، وان كانت هي موجوده اصلا في الفكر الغربي من فتره طويله، الا انه تم احيائها واحياء رموزها واستخدام هذه الرموز في التعبئه المجتمعيه والسياسيه، بما يعني التعامل مع الطائفيه ليس بصفتها انتماء، ولكن استخدام الطائفه لهذا الانتماء الجمعي كوسيله لتحقيق اهداف معينه في اطار مجتمعي وزمني وسياسي معين. بما يعني ايضا ان الكتابات الغربيه ربطت بين صناعه الطائفه وبين المجتمعات التي تشكل فيها المجموعات المهاجره وجودا مهما، وبالذات في طبيعتها المعاصره التي باتت فيه رموز الاثنيه لكل طائفه مهاجره لها دور تعبئي وبنائي للمجتمع الاثني من خلال الاختيار. في المقابل الكتابات العربية تطور عندها مفهوم التطييف أو مفهوم صناعة الطائفة ليشير إلى أنه إذا كان جزء كبير من الكتابات العربية يعني ترى أن الطائفة تمثل جزء أصيل من التكوين المجتمعي، إلا أنها تفرق بين الطائفة باعتبارها انتماء أو هوية إثنية وبين الطائفية باعتبارها عملية بناء. وبالتالي فإن الفكر الغربي وفقا لهذا الخط خط الفكر الغربي صار في اتجاه انه البناء الطائفي يرتبط بمجتمعات او بمجموعات او مجتمعات مهاجره بالاساس، فانه وفقا لهذا فانه المصادر التي يعني ذهب اليها الفكر الغربي كمصادر للتطبيق في هذا الفكر هي ما يتعلق بعوامل من داخل المجموعه نفسها تتمثل في موارد وقيادات وتماسك المجموعه وخبرات التاريخيه، وعوامل من خارج المجموعه تتعلق بالسياق الزمني والمجتمعي، بما يعني ان المجموعه تلجا الى التفاوض مع المجتمع المحيط او النظام الاجتماعي المحيط وفقا للحظات تاريخيه معينه تفرض ان يكون البناء في اتجاه معين. وايضا في الفكر الغربي يعني هذا التطبيق مرتبط بسياقات مجتمعيه، حيث ان الجماهير تتغير فان مدى الاختيارات الاثنيه يتغير. وبالتالي فان مصادر التطييف في الفكر الغربي هي بالاساس مصادر اختياريه من داخل المجموعه الطائفيه نفسها، وهي المجموعه المهاجره في المجتمع الغربي، ويعني وفي وهذا في اطار زمن ومجتمع معين. اما فيما يتعلق بمصادر التطييف في الفكر العربي فوفقا للتوجه او المنظور الذي ينقلب على فكره المجتمع البدائي، او الذي يرى ان الطائفيه او الطائفه ليست بالضروره هي وصمه عار للمجتمعات العربيه، فهو يعتبر التطور الطائفيه باعتبارها متعلقه بالدوله. وبالتالي فان هذا المنظور يفرق بين عده مراحل تاريخيه للتطييف ترتبط بطبيعه الدوله بالاساس، وهو يربط بين التطييف والرياده الدوله التي تقوم بالمساواه بين جميع المواطنين، وهو يعتبر ذلك العامل الاساسي في هذا الصدد، وهو مساله الاقصاء والاستبعاد على مستوى النظام السياسي، بما يعني ان مصادر التطييف في الفكر الغربي ترتبط بسياسات الدوله بالاساس من خلال قيام الدوله بتمييز طائفه معينه او تكوين الدوله بحيث تكون دوله طائفيه، اي دوله تسيطر عليها نخب طائفيه معينه
تعمل على استغلال موارد الدولة لتحقيق مصالحها بشكل أساسي دون النظر إلى مصالح المجتمع المدني. وفقا لذلك أيضا أو وفقا للخط الغربي في مسألة بناء الطائفية، فإنه الأدوات أو أدوات التطبيق في الفكر الغربي تتعلق ببناء الثقافة أو اختراع العادات، فهي إما تطلب بإعادة بناء الثقافة التاريخية والتي يعني إحياء أو استعادة المؤسسات والممارسات الثقافية والتاريخية بحيث أن الأنماط الثقافية المهملة يتم استعادتها، أو على الجانب الآخر بناء ثقافة أو اختراع ثقافة جديدة وهو ما يسمى بخلق وهنا يعني خلق ممارسات وأنماط ثقافية جديدة. أما فيما يتعلق بأدوات التطبيق في الفكر العربي والذي ينظر إلى التطبيق بشكل سياسي بالأساس بعيداً عن نطاق الاختيار اللي من داخل المجموعة الطائفية نفسها، فإنه أدوات التطبيق هي بالأساس متعلقة بإما سياسات عامة في الدولة أو نمط نظامها السياسي. فالسياسات العامة للدولة تعترف إما أن هي تعترف بإثنية معينة ومن ثم تسمح ببناء طائفة معينة وتعترف لها بحقوق معينة، ثم تتشكل طوائف أخرى كرد فعل على ذلك، ومن ذلك مواد الدستور التي تحدد الطوائف التي تتشكل منها الدولة، أو نظام الديمقراطية الطائفية أو ما يسمى بالديمقراطية الطائفية والتي تقوم على فكرة المحاصصة الطائفية. والفكر العربي في هذا الإطار يطرح العديد من الأمثلة فيما يتعلق بهذا الصدد، مثل ما يتعلق بسياسات الدولة السودانية وفرض خطاب أحادي وفرض سياسات التعريب وما ترتب على ذلك من رد فعل من جانب المناطق غير العربية للتمسك بلغتها وثقافتها. وهناك أيضا ما يتعلق باحتلال العراق الذي كان سببا في مزيد من التطبيق على مستوى هذه الدولة، وذلك لأن هذا الاحتلال ترتب عليه توجه أكبر بأن يكون لكل طائفة مشروع سياسي تمثل في بناء نظام حكم ذاتي في إطار دولة فدرالية مفتوحة. وبالتالي فإنه إذا كان الفكر الغربي ينظر أساسا إلى المجتمع العربي أو المجتمعات غير الغربية على أنها مجتمعات بدائية، فهو بالتالي يتعامل مع إحياء طائفية في الوقت الحالي على أنها صناعة أو اختراع، وأن هذه الصناعة تنتج من داخل المجموعة نفسها، من داخل المجموعة الطائفية نفسها. أما الفكر العربي ففي جانب منه ينظر إلى الطائفة باعتبارها صفة أساسية ملازمة للمجتمعات العربية، وهناك جانب آخر في الفكر العربي يرى أنها أيضا صناعة ولكنها ارتبطت أساسا بسياسات الدولة وبأنماط النظم السياسية في المجتمعات العربية. شكرا دكتور مروى على هذا الإجازة وعلى هذا الالتزام بالوقت. الآن وقد انتهينا من منصة على الأوراق والقاعة مفتوحة للمناقشة على أن لا يزيد عن ثلاث دقائق مداخلة، وأبدأ من الوسط بعدين انتهي فقط. تفضل تقول الاسم والمكان حتى نوري دريس من الجزائر. لدي تعقيب وسؤال سريع. الأستاذ أسد عثمان تحدث على الدولة اليمنى الباتريمونيالية. الدولة الباتريمونيالية هو مفهوم لماكس فيبر استعملها هو لوصف الدولة للقرون الوسطى التي كانت فيها الحدود بين أملاك الأمير والأملاك العامة غير الموجودة، أي أن الأمير أو الملك يتصرف دولة كأنها ملك خاص. ثم الذي أحيا وأعاد استعمال المفهوم اليوم الريمونيال الذي حاول إلى المجمع العربي يصبح الدولة الإرثية أو الدولة الإرثية الجديدة، يعني كأنها ميراث وإرث خاص يرث الملك من أبيه أو من عائلته. استعمله المفكر الألماني إيزنستاين لوصف الدولة في السبعينات، لأنه الدولة لم تكن بشكل القرون الوسطى، وبالتالي ليصف كيف انه النخب التي استولت على السلطه ما بعد في الدوله الوطنيه بعد الاستقلال خصصت الدوله وتتصرف فيها هي ايضا كانها ملك خاص. هذا الموضوع. ثم انه الفرق بين الدوله الباتريمونياليه هل تم اعاده بحثها في العراق الاخير؟ هذا اعتقد انه العراق ما بعدها لن يعرف الدوله الباتريمونياليه، سيعرف فشل الدولة في حد ذاتها لأن الدولة الباطنية على الأقل فقط استطاعت الحفاظ على الكيان الجيوسياسي للتاريخ.
الشيء كان نوع كولكتيف لا أعتقد أنه غنمنا الدولة من الاستعمار، من الاستعمار في السنة الماضية والخلل التاريخي ما زلنا نعيش فيه، ولكن هو أنه ترك لنا جهاز بيروقراطي توهمنا بأنه هو الدولة. هذا الجهاز البيروقراطي هو الجهاز الذي استعملته الأنظمة الديمقراطية المجازية فيما بعد الاستقلال لمنع تشكل الدولة، أو على الأقل لتعطيل سيرورة تشكل الدولة الأمة. هذه السيرورة كانت منطلقة خلال حروب الاستقلال الوطني. الداعم دائما لتلك الحيوانات الآن وللمنظمين هذه المنظمة، نعم فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. أما بعد تعقيبا على ما قال الدكتور أحمد الغوجي وتعقيبا على ما قيل من أوراق الندوات السجن الافتتاحية، لابد أن يكون هناك فرق ما بين المذهب المذهبية والطائفية، لأننا شعرنا بأنها تناولنا الطائفية وكأنها مذهبية، كان هناك نوع من القصد. يجب القول بأن المذهبية هي أمر حضاري وهي واحدة من مفردات النهوض ومقوماته، وهي تنسيق تباين المناهج وتنوع الاجتهادات اتساقا لازما لحركة المعاصرة والتعبير، وهي تحت برونة الإسلام وبهذا تعدد المذاهب وتعدد الأئمة الكبار. هذا في الأصل هي أمر حضاري، بينما الطائفية هي أمر غير حضاري، هي أمر فقط من أجل الحكم والسلطة في أغلب الأحيان، ولذلك سعت المؤسسة الحاكمة للسيطرة على المذهبية وصورتها وجعلتها تحت أمرتها، فتحولت المذهبية من أمر حضاري إلى أمر غير حضاري طبعا للطائفية وغيرها. وتعقيبا على وقت الدكتور أشرف، لا بد من الحديث في الدولة النيوبة الكريمونيالية، وهذا المصطلح كما قال المحكوم هشام شرابي اللي هي الأبوية المستحدثة، أي دولة هي نتاج تفاعل بين المجتمعات التقليدية المحلية والدول العصرية بعد تجربة الاستعمار، فهي لا تناسب لا المنطق السياسي التقليدي ولا المنطق السياسي للدولات المعاصرة. تنتحكما معا ولكنها في النهاية هي أمر يعزز الاستبداد في كافة الدول العربية، مهما كانت اتجاهات الجمهورية الملكية الإماراتية إلى آخره، فهي تعزز الاستبداد. ولكن أنت سيدي تناولت من ناحية ثقافية في البلد، ولذلك قد توحي البحث بأنه هو أمر ثقافي، ولكن هو يتناول كافة أسئلة الجمهور. وشكرا جزيلا. شكرا دكتورة والثاني دكتور يسمى الفضل كامل. يسار أحمد نور أستاذ من جهة الإدارة الموقع الأردني. حقيقة أنا بتساءل يعني الأخوان الأربعة في الأوراق المهمة التي طرحت، هل أصبحت الطائفية ثقافة سائدة في المجتمعات الثقافية؟ بمعنى يعني هل هي عامل ثابت في المجتمع العربي ام هي من الممكن ان تكون عامل متغير؟ وهل هذه الثقافه السائده في المجتمعات العربيه ان كانت فعلا ثقافه سائده حقيقه، هل من الممكن ان تتغير في المستقبل وكيف؟ هذا السؤال. سؤال اخر، يعني ايهما اكثر خطوره؟ هل الطائفيه لدى رموز معينه في المجتمعات العربيه قد استفادت من هذا البعد الطائفي لتوطيد وتقوية نفسها داخل هذه المجتمعات، أم هي كانت موجودة داخل العامة الشعب؟ يعني هل الطائفية موجودة أكثر لعامة الشعب، أم هي لدى فئة معينة استفادت ولها علاقات مرتبطة بالأنظمة العربية وبالتالي هي المستفيدة؟ أيضا يعني الدكتور يعني أتفق مع الدكتور عبد اللطيف، حقيقة يعني فعلا هي الطائفية مش موجودة فقط في المجتمعات العربية، يعني نحن نعرف جيدا أن الحرب بدأت سنة في أوروبا حرب دينية وما زالت الآن قائمة بين في أيرلندا، وهي موجودة في مناطق مختلفة في العالم، في الهند موجودة، لكن خطورة البعد الطائفي في الصراعات داخل المجتمعات العربية أنا أرى أن البعض منها مرتبط بأطراف خارجية، يعني لا أعتقد أن الكاثوليك ولا البروتستانت في أيرلندا مرتبطين بها فئة خارجية، لكن خطورتنا نحن
حقيقة أن هذه البيئات مرتبطة بعض منها بأسباب أو بأبعاد خارجية، وهنا هذا التدخل أحياناً لهذه الطائفة على حساب الطائفة الأخرى. لهذا يعني من كتب البعد الطائفي في الصراعات السياسية، أنا فقط كنا متفقين على أساس أن يعني أن المنظمة السياسية العربية قد استفادت من هذا الأمر، لكن أيضاً في ظل ما يطلق عليه الرجع العربي، إلى أي مدى من الممكن أن تتحقق حقيقة حلم هذه الجماهير العربية التي خرجت في الميادين العربية من أجل محاربة هذا البعد التمييزي داخل المجتمع الواحد، بمعنى المواطنة، فقدان المواطنة، وهذه قضية أساسية. هل من الممكن أن نتحدث عن مجتمعات عربية خالية في المستقبل عن هذا البعد الطائفي، أم هي موجودة وبالتالي لا بد أن نسكت عليها ونتغاضى عنها؟ وشكرا. شكرا جزيلا. عبد اللطيف المنتجي، استاذ عام الامور السياسيه جامعه الملك اسماعيل في مصر. انا في يعني استفسار للدكتور محمد الدوجي، المتعقد مزيدا من التمييز، والفصل بين الطائفيه والطائفه، لانه يظهر ان في بعض الاستعمالات تستخدم الطائفيه بمعنى الطائفه والعكس. وايضا مما نلاحظ ان الطائفيه تستعمل استعمالا سلبيا وكانها سبوه، ان الشخص الطائفي او الذي له فكر طائفي هو انسان عنصري او متدني او متطرف. اذن هنا الرجوع الى عناصر الطائفه، وهل هذه الطائفه يعني هل الطائفة هي يعني عنصر من عناصر المجتمع لها الحق في الحفاظ على هويتها أم أنها عنصر غير مرغوب فيه؟ إذن هنا يجب التمييز بين الطائفية والطائفة. ثم بالنسبة لسؤال أيضا للدكتور كمال عبد اللطيف، بالنسبة لخطاب من خطاب الطائفيات إلى المجتمع التعددي والمواطنة، إذا هنا أيضا السؤال حول الدولة الوطنية أو الدولة التي يعلى فيها عنصر المواطنة، كيف تستطيع هذه الدولة أن تحل إشكالية الخطاب الطائفي؟ كيف نحل مشكلة الخطاب الطائفي في دولة الوطنية؟ وهل من الضروري أن نتجاوز الطائفة؟ أو ربما أن يكون للطائفة مكان في هذه الدولة أن تعدل؟ إذا الدولة الوطنية دولة التعدد، أين مكان الطائفة؟ أو هل ليس للطائفة مكان في هذه الدولة؟ شكرا سادة الرئيس، شكرا سادة المحاضرين. أحمد العجالة، باحث وطالب دكتوراه في قسم الفلسفة في الجامعة الأردنية. أود بعد شكر المحاضرين أن أشكر أيضا المنظمين القائمين على أعمال هذا المؤتمر. في حقيقة يعني أود أن أشير إلى مسألة مهمة. أولا، يبدو أن التشخيص لمسألة الطائفية وافيا ويعني محاط وشامل في مختلف جوانبه من قبل من يقدم الأوراق، حتى المحاضرات التي استمعنا إليها في المحاضرة الافتتاحية، يبقى لدينا الحل، يعني الحل نحو هذه المسألة، يعني ماذا نحن فاعلون إزاء هذه المسألة؟ وهنا يأتي السؤال، يعني ذكر الدكتور كمال عبد اللطيف أن الاعتقاد هو متوهم، الاعتقاد الذي يصنع الطائفة هو اعتقاد متوهم، بناء كله قائم على وهم وعلى تخيل، في اعتقادي أن هذا يجب أن يجرب بالتنوير، تنوير هذا دور المثقف، لكن يبقى السؤال كيف المثقف يمارس دوره في التنوير المنشود الذي هو العلاج باعتقادي؟
اعتقادي لهذه المساله في ظل انفصال واضح تماما بين الخطاب المثقف وبين لغه الجماهير. الجماهير تستمع الى العاطفه، تستمع الى المؤججين الطائفيين، تستمع الى من يقول على راي الدكتور محمد خليون في المحاضره الافتتاحيه، تستمع الى من يقول لم تسقى زين مرتين ويعني تثور خلفه بالتصفيق، ولكن لا تستمع الى المثقف. كيف اذا سيمارس دوره في التمويل؟ لانه باعتقادي هو واضحا وهو قريب كان تتخلص مجتمعاتنا من هذا لا. شكرا جزيلا. المفوض العام لمركز الوطني للحقوق الانسان في الاردن، وانا سعيد جدا عن المشاركه في هذه الندوه. انا معك دكتور من المسلمين باسم الدكتور عدنان، قد اتيت الى الاردن لنتحاور معك ومع ضيوف الاردن من هذه النخبه الكريمه حول هذا الموضوع الهام وفي الظرف الدقيق. حديثي ان شاء الله اني اختصر اقل من ثلاث دقائق، لكن لدي كثير جدا من الافكار التي اخذت تتفاعل منذ الصباح بسبب حقيقه الثرى والغناء فيما استمعنا اليه في الجلسه الصباحيه وفي هذه الجلسه ايضا من كل المتحدثين. لكن لي ملاحظات تثر النقاش ربما والتفكير والتامل، لاننا نحن امام واقع وظاهره وموضوع يصعب النصر فيه الى اجوبه محدده، ونحتاج الى عمل فكري مضني من قبل النخب والمفكرين ربما لفتره طويله، لانه تراكمت عليه عوامل كثيره. الملاحظه الاولى، الاحظ ان هناك اشكاليه في دراسه موضوع الطائفه بهذه الطريقه، لانه هو الطائفه كان متغير. اسمحوا لي ان استعمل تعبير العلوم الاجتماعيه فني شوي، لانه بكثير من المداخلات تم اقتباس مفاهيم فنيه مهمه جدا، ولكن ربما فيها شيء حاجه لشيء من التحليل. المتغير المستقل ومتغير المتابع، نحن مرات نرى الطائفه هي من تؤثر في السلوك وتحدد السلوك، ونراها دائما وفي مرات اخرى متاثره بعوامل اخرى بنيويه ثقافيه اجتماعيه. هذا الدفع بالمعلومات كمعلومات حول هذه الإشكالية لا يساعد من يريد أن يصل إلى أجوبة محددة على الوصول إلى أو استنتاجات محددة على الوصول إلى مثل هذا الاستنتاج والاستفادة من الآراء والأفكار. ربما لو كان التركيز على محاولة طرح سؤال واحد محدد، ماذا وكيف وما هي أزمة الطائفية في كل مداخلة أخيرا، ربما نستفيد من هذا من هذه الأفكار والأوراق القيمة. لكن ستبقى مرحلة ثانية هنا بصفتي يعني ممارس الحياة العامة إلى حد ما وبالتواضع، وأيضا دارس للمنهجية الغربية في العلوم الاجتماعية. في إشكالية كبرى في استخدام المفاهيم الغربية من قبل كثير من الدارسين والباحثين وحتى المفكرين. الفكر الغربي سواء في إطار ماكس ويبر أو ما قبله من اللي صنعه التقدم أو عملية التغيير في الثقافة الغربية، وبعدين وهم أسسوا بمفهوم الفرد وقبل الطبقة وقبل الدولة وإلى آخره، في افتراضات ومقدمات غير موجودة في ثقافتنا. لا تحدث أنه احنا مختلفين أو مش مختلفين، النظريات التي تطرح دائما فيها سياق تاريخي اجتماعي واستخدامها في مجالات بشكل آخر بدون مقدمات قد يخلق شعور بان هناك حلول لو اعتمدنا هذه التجربه او تلك العالميه، وهذا ليس بالضروره صحيح. بمعنى الفكر الغربي السياسي والتنظيم السياسي الغربي قائم مبدا من اساسه عندما انهزمت الامبراطوريه الملكيه، هزمت الامبراطوريه والكنيسه، على مبدا بسيط ان كل ما يصنع على هذه الارض حل او ما يدور على هذه الارض حلول من هذه الارض، بمعنى تركوا الفكر الديني وما ياتي من اعلى كما يقول بيكن في القرن الثاني عشر او الثالث عشر فرانسيس بيكن، فتغير مفهوم كامل واخذهم سنه قرون حتى انتقلوا من الفكر الديني الى الفكر ليس فكر الدين وانما
الدين، فصل الدين عن الدولة بمعنى ذات الدين أو حركة الدين، وإنما الحل السياسي والحلول السياسية للمشاكل السياسية تنوع من واقع الناس وليس من فكرة، أي فكرة من الآتي من الكتب الدينية أو الرسالات السماوية على أهميتها وعلى دورها. فإحنا إذا أردنا أن نستورد أو نستخدم أو نستوحي من الفكر الغربي والمنهجية الغربية يجب أن ندرس الافتراضات التي قام عليها هذا الفكر، وهذه إشكالية مهمة. أخيرا حقيقة طبعا يكمل ذلك، المدرسة الغربية تقوم على أن الفرد هو الأساس، حتى الديمقراطية والمجتمع والدولة أتت لتنظيم وحماية حقوق الفرد، ومن هنا أتت حقوق الإنسان التي تذكر تماما ربما بكلمة واحدة. لا أعرف مكان حقوق الإنسان في مجتمعاتنا وعند الطائفية وعند الطائفة وعند الدولة. الآن سؤالي أنا، لم أسمع ونحن نتحدث ربما بسبب زخم الموضوع، ما هو دور أو إذا كان في إشكالية للدولة كما يذكر الإخوان ويتجه التوجه في النقاش حتى الآن، هل المشكلة للدولة كمفهوم كإطار بنيوي وهي دولة سلطوية أو غير سلطوية، أم بمكونات الدولة الوحدات التي تتكون من الدولة كنظام التعليم الأحزاب يعني في قضايا كثيرة النخب، فأين هذه المكونات في الدولة؟ هل نستطيع أن نشر طائفة ضمن هذه الدولة أم يعني الدولة وعلاقتها بالطائفية بدون ضمن مفهوم الدولة كدولة أم ضمن مفاهيم الوحدات التي تتكون من الدولة الفرعية؟ وشكرا. شكرا على الحقيقة أحمد حتاية
عندما نختار الوقوع المصطلحات لعل هذا الامر هو المطلق لاي بحث يتصل بالمساله الطائفيه والصناعه الاخلاقيه، لكن استوقفني في هذا البحث تعريف قطاع المصطلحات والاضافه عن ولست معترضا ولكن مضيفا. عندما يتحدث باحث عن المذهب، المذهب كمصطلح هو ليس هو مصطلح قديم، ليس مصطلحا حديثا، هو مصطلح في مجتمعنا العربي الاسلامي يعود الى الاجتهاد والى الاختلاف حول بعض المسائل الاساسيه التي اختلف عليها المسلمين ابتداء من موضوع الخلاف، هذا امر اساسي. من هنا عندما نقول ان الاجتهاد بدا سياسيا هذا يحتاج الى تدقيق، قد يبدا سياسيا او فقهيا لا مانع، ولكن كل التركيب غير دقيق، هناك تداخل بين السياسي والفقهي او الاجتهادي كما تفضل، وايضا الاعتقادي والثقافي، كل هذا ولعله ايضا العصبيات التي اجتاحت المجتمع العربي الاسلامي ابتداء من السقيفه من حدث السقيفه، هذا قد يبدو في ظاهره سياسي عصبوي، ولكن في المحصله استحال موضوعا هي اجتهاديا واستطرادا موضوعا ثقافيا ايضا. ايضا في مساله الطائفيه، الطائفه والطائفيه، الطائفه قد تكون دينيه او غير دينيه، قد تكون اثنيه او الى ذلك، ولكن عندما نتحدث عن بالمصطلح الإسلامي عندما نتحدث عن الطائفية يعني أن نتحدث عن تسييس الدين ولا نتحدث عن أي شيء آخر. تسييس الدين والإسلام السياسي هو من وظف وشجع ومن شجع ووظف هذا المنح الاجتهادي الفقهي في الإسلام إلى عامل سياسي لتوظيفه في خدمة مصلحة الدولة القائمة. شكرا. أخي مصطفى، بارك كل من جامعة مدرسة بريطانيا. عندي تعقيبات واسئلة، أود عندي تعقيبين للدكتور أحمد الخلوجي. هو عندما تحدث عن المذهب أعطانا تعريف عن المذهب وقال المذهب يتمتع بالحقيقة. مثلا عندنا المذهب الشافعي والحنفي، المذهب يعني كما فهمناه لا يتمتع بالحقيقه، والدين يتمتع بالحقيقه. اذا نتحدث عن الفرقه، بعض الناس مثلا عندهم الفرقه الناجيه، هنا يمكن ان يساوي الفرقه الناجيه او الفرقه الدين، ولكن يعني هم يختزلون الحقيقه الفرقه وليس المذهب. والتعقيب الاخر هو قال هو انه تحدث عن الاساس الديني، هو قال يجب عليك يجب ان يكون لدينا رؤيه حقيقيه وان ننظف الاساس الديني من الشرائع في المرويات الدينيه، ولكن كيف نوصلك الى ذلك؟ مثلا بعض المرويات التي لدينا تتحدث عن الفرقه الناجيه هي تعتبر مقدسه لديهم، كيف يعني الوسيلة إلى هذا التطهير؟ أنت تتحدث عن المقدس، المقدس وتطهير المقدس ليس بعمل إنسان. والسؤال للدكتور كمال والدكتور مروة، هم تحدثوا عن الدولة الوطنية، والدكتور كمال أعطانا معادلة وقال ومعادلة يؤمن بها حل لمشاكل الإثنية مثلا
لا أؤمن بهذه الدولة الوطنية. الحقيقة أغلب المراقبات أشارت إلى عدم تغطية بعض المصطلحات، وهذا لضيق الوقت، لكن المهم أن في هذه الدراسة حاولت أن أضيف آثار القط والمصطلحات، أتم التركيز على المصطلحات نفسها، يعني مثلا القط بين مصطلح الفرقة والطائفة، هناك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه تنقسم أمتي على كم من صفهم فرقة وهذه الفرقة الناجية. الفرق بين مصطلح الفرقة والطائفة انسحب على الطائفة أصبحت الطائفة الناجية. يعني أصبحنا نتحدث عن طائفة ناجية وليس فرقة ناجية. وقلنا أن الفرق بين الطائفة والفرقة. الفرقة دماغ ضرب اختياري ليس ولادي فيها عنصر الالتزام الدين، والطائفة ليس فيها عنصر الالتزام الدين ليس في أصل الانتماء الطائفي، وهو انتماء ولادي بمعنى في مصطلحات تهوجية. أنه أنا بمجرد أن أولد في طائفة من أبوين سنيين ومدى خلاص بغض النظر عن الالتزام الدين، وهذا في تشويه جوهر وحقيقة الدين. أنا أريد التركيز على هذا المنطلق، آثار كل المصطلحات في حياتنا الفكرية والدينية والاجتماعية. الجانب الآخر أشار أحد الأساتذة إلى أن الطائفة هي كذا مقدمة، الطائفة هي أيديولوجية ملازمة للاستعمار والحصول لانتقاط القضايا. وهي زاد عندما يتطور الوعي ويتطور وعي المجتمعات. الشيء الاخر واحد من الاساتذه اشار الى انه ليش الطائفه هي سلبيه. انا طلعت كمختص حقيقه على كثير من الدراسات اللي اشارت الى الدور الايجابي للظاهره الدينيه للدين في مقاومه الاستعمار، في تقويه التماسك الداخلي، في الحاله الاقليميه، على الامريكا اللاتينيه، في الحاله الجزائريه، لكن لم اشر الى اي دراسه لم اطلع في حدود اطلاعي واضح على اي دراسه تشير الى دور ايجابي للطائفه، كلها تشير الى دورها السلبي سواء في التحديات الخارجيه مواجهه التحديات الخارجيه والاستعمار واستغلالها لشده المجتمع او في اطار تعزيز الوحده الوطنيه المجتمعيه. اشار احد الاخوان الى مساله دور المثقف. انا اعتقد حقيقه المثقف الان ليس هو الصانع للوعي في ظل معطيات دوله المعلومات والتكنولوجيا، يعني بذكر الثقافة أصبحت تصنعها المؤسسات وهيمن عليها، لم يعد المثقف هو المكلف والصانع للوعي المجتمعي، تتراجع دوره كثيرا باتجاه الترجمة من المثقف المدرج وليس المثقف المثقف الدولي، أي المثقف الذي ينتج ما يقدر منه ويقتضي الشهر والشعبية. أيضا مسألة البذل إذا سمحت يعني مساله المذهب صحيح احنا شغل المذهب بشكل عام، قلنا ان في عنصر الحقيقه والانسان، لكن في اطار الاسلام ما يزن بين مذاهب فقهيه اللي هي ظنيه اجتهاديه تحكم بالغيب، ومذاهب فيها نوع من الالزام، لكن هذا لا يعني بشكل عام المذهب الفلسفي المذهب الادبي غير من المذاهب هو يحتوي على عنصرين الحقيقه والانسان، لانه غير قابل للنقاش، لا يحتاج الى براهين علميه ولا يحتاج انه اقيس على معطيات الحقيقه كما هو حال الفلسفه بل هو صدق ويجب على الاخرين ان يؤمنوا به كما اؤمن به انا. Yeah.
ولكن هي كيف يتم تحول هذا الاجتماع الى تعبئه التعبئه السياسيه قد تكون تستخدم بشكل عنيف او غير مرضي. في سؤال برضه خاص لي، هل الدوله الوطنيه المفترض ان تكون على الفرد ام على الطائفه؟ هي المفترض ان تكون لان هي تكون على المجموعه، ولكن بشرط ان لا تتقاطع الانتماء السياسي مع الانتماء الطائفي. اذا تقاطع الانتماء السياسي مع الانتماء الطائفي فتتحول هنا الى الدوله الطائفيه والى الطائفيه غير المعروف فيها. فبالتالي لا مانع من وجود احزاب، وجود مجموعات مصالح، ولكن لا تعبر عن توجهات سياسيه، توجهات مصلحيه بعيدا عن فكره ان يتحول الانتماء الطائفي الى انتماء تتقاطع مع الانتماء السياسي. ليس من عادتي من الاستشاره بعد تقديم الاوراق بان يوثق في الباحثين يشتغلون ويدفعوا عن ما قدموا مفيد لهم ومفيد للقاعه، ولهذا يمكنكم ان تقدموا على ما تقول الان هو تفاعل جديد مع ما استمتعوا به منكم. كنت افترض ان الزملاء الحاضرين قرأوا الورقه، ولانني معلم من السيد الرئيس لوقتنا في حدود 15 دقيقة فقد ابتجلت كلامي، وبالتالي بعض هذا الكلام غير موجود في الورقة، تقديمات المعاملات المواجهة العامة للدول. الزميل من إسرائيل يتحدث عن مغاليم الاستعمار. أنا دائما أقول لي ولنفسي في الأبيض أبيض وأبيض وأبيض، وفي الأسود كاينش فقط تقليل الشر والخير والأبيض والأسود. الاستعمار فعل فينا ما فعل، لكن حتى عندما لا نشاء ربحنا منه أشياء كثيرة، حتى عندما لا نشاء. إنما تحدثت عن مغانمنا منه اجتنبت الصور المختلفة، الصور للتاريخ لو تركنا على حالنا ولم يستعمرنا أما يجب أن نطرح بعد الحفظ ما حصل. لكنا قد أنشأنا دولة على نمط تاريخنا، هذا أمر يحفظ. ثم هناك نوع من التنميط في التاريخ العالمي. نحن لسنا وحدنا الآن شبه الدولة الوطنية ومؤسساتها وقواعدها وقوانينها. العالم بأجمع يشتغل، والزميل الذي تحدث عن القواعد المنهجية نسي بأن من يمنحني الكونية للمفاهيم هو أن أقوم أنا بتشغيلها ويقوم الآخرون بإعادة تبيئتها في ضوء معطيات اجتماعية أخرى، حيث نمارس بتوظيفنا لهذه المفاهيم إدخال متغيرات جديدة تنتمي إلى واقعنا فنعدل ونقمص ونطور ونوسع ونضيق ونستعملات الفوق. ثم بيننا وبين التعلم من مناهج العلم الحديث في العلوم الإنسانية على الأقل الآن 60 سنة الجامعات العربية تلقي مناهج العلوم، واجتهد طلبتنا في إنتاج أبحاث أغنت رصيد عربي في مجال المنهجيات، وبالتالي منحنا مناهجهم الروح الكونية التي تطلع إليها الجميع. ثم في الندوات يجب أن ننتبه إلى شيء من أساسي، ليس كل ما يقال واضح وسليم، كل ما يقال قابل للنظر. أشكركم جزيلا الشكر. سأعلم سريعا على ثلاث نقاط. النقطة الأولى دكتور مهندس وتقائي ما ربما بسبب الزمن واضطراب الظروف السابقة. سأعلم على فكرة الأبوية المستحدثة أو الراحل هشام شعار. في الواقع تصورت أن محاولة الورقة هي نقط لأطروحة هشام شعار، أو بتعبير معاكس بالنسبة إلى هيجل إعادة إيقاف أطروحة هشام شعار على رجليها بعد ان كانت واقفه على راسها. المحاوله كلها تدخل في اطار انتزاع
في الدولة دي وبالتالي يوفق سؤال الطوائف بشكل عام من إطار الأنثروبولوجيا الثقافية وإعادة درسه ضمن الاجتماع السياسي. دي أولا. ثانيا التعليق بتاع دكتور نوري من الجزائر، فكرة أن الدولة أن على الأقل في عراق ما قبل 2003 كان ثم الدولة. ربما، لكن إذا كان استمر الغلاف المؤسسي للدولة فهو ليس بسبب قوة الدولة في تغيير، بسبب إفراط أجهزة الدولة الغربية في استخدام الغرب، وهو ربما ما لم يتوفر للعصبية الغربية الجديدة. لكن المنطق الذي تسري خلاله العلاقات بين الدولة والمجتمع ظل هو في الحالتين. ما أنجزته في العراق ما قبل 2003 بالنسبة لي هو يشبه تلك العصا التي نخرتها دابة الأرض، كان ينتظر شيء ما فقط ليسقط. التعليق الثالث أو النقطة الثالثة حول فكرة البحث أو الاهتجاز بالبحث عن حلول، يعني ده ما تعليق ولد بالنسبة لي بشكل عام. سأقترح أنه ربما ذلك الاهتجاز هو أقرب الطرق إلى إنتاج الهيدروجين. ما نحن مدعوين له أو ما مدعوين له كمنتجين أو مشتغلين بالمعرفة هو غليل من التواضع وإعادة تعريف مهمة لمنتج الأفكار، ليس على أنه ذلك مبتدع الحلول، على أن تكتفي المعرفة ربما بإعادة تحليل المشكلة. شكراً للسادة المنصة دكتور غرب أيضا، وشكراً لكم لتعاملكم معنا في الإجازة في الوقت المناسب الذي يجب أن نمشي. الآن انتهت حلقتنا، ونلتقي إن شاء الله في الجلسة التي بعدها. شكراً لكم.